اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تبع عن سلطان مهوس وعلى الزهراني هم ضيفاء الحلقه. طولنا عليهم بس يتحملونا اليوم، التغطيه مستمره وعندنا كثير من الاشياء يعني يتحملونا شوي. نبغى نعرض كل المواد اللي وعدنا انه احنا نكون فيها في الصوره. في الكابتن سامي الجابر ايضا، هذه من ضمن اللقطات اللي جاتنا من زملائنا في القناه الرياضيه، مشكورين. نتابع ماذا قال سامي الجابر بعد التوقيع مع سعد الحقي. مرحبا فيك اليوم بالتأكيد. تطبيق لمبدأ احتراف ربما يغيب أيضا عن ذهن كثير، خاصة أنه ما تعودنا أن نشاهد هذا الانتقال يحدث ما بين فريقين بينهما من المنافسة. اليوم نجم في نادي ينتقل إلى نادي الهلال، مبدئيا كيف تعلم الكابتن على هذه المسألة؟ أول شيء احنا سعيدين أن احنا اليوم كسبنا أخ وصديق وفرد من أفراد العائلة الهلالية، واتمنى ان شاء الله انها تكون نادرة خير وعودة سعد كما عهدنا. لا اتكلم لك عن امور فنية فقط، يعني عصرت وزامت سعد في 2005-2006 تصفية كأس العالم، لعب من كل الامكانيات، الظروف من الاصابة ومن الظروف ما نعرف ايش الخافي، لكن اختفى فجأة من فترة من الفترة وفقد التوهج. ولكن دائما ما تكون الكلمة الأولى والأخيرة عند اللاعب بغض النظر عن انتقاله من نادي كبير من منافسين وكذا، هذه الأمور أصبحت كلها أمور أو تعبير فقط. لكن كل عالم كرة القدم عالم احتراف، نشوف أوروبا تنتقل من الإنتر إلى إيسي ميلان، وانتقل انتخاب العالم حق شجان إيسي ميلان معروف فيه، وايضا في صفقات كبيره من برشلونه الى ريال مدريد وسيفيدو. لكن هذا ما يعني انه اللاعب فقط انتهى عقده، احنا عندنا ثقه كبيره في امكانياته، لا زال في السن المسموح والمعقول جدا يملك طموح، لم يكن لديها لم ينظر الى الجانب المادي وقدر ما عنده رغبه الى ارجاع سعد ومساهمته وطموحه الكبير في وصوله مع نادي الهلال الى مراتب اعلى. حقيقه نتوقف عن الكلام ونتوقف عن الاسئله، ندعو سعد ان شاء الله بالتوفيق معنا وان يكون عون ان شاء الله مع بقيه الزملاء، وباذن الله ان شاء الله باذن الله سيكون واحد من الأبناء المخلصين في الفترة المقبلة ويؤدي كل ما يطلب منه على بإخلاص جدية وبطريقة احترافية، وهذا إن شاء الله نتمنى إن شاء الله. أتمنى لك سؤال أخير فقط، كلاعب خبرة سابق بالتأكيد أنت كأنك تشاهد في سعد ظروف ربما يمر فيها لاعب حتى ربما أنت مررت من خلالها، كيف يستطيع اللاعب تجاوز هذه الظروف؟ إحنا نمر عليه موسمين وثلاث مواسم لا يصبح هو النجم اللي كان يشار إليه بالبنان. والله أنا أقول لك أنه ما يملك هذا الحل للظروف هذه إلا سعد نفسه. لا أعتقد أنه الهلال متمثلة في رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو أي كان من الأعضاء، قدر ما تكون الرغبة الموجودة عند سعد في العودة، وهذه أي لاعب كرة قدم يعرف مفاتيح سعد على علم، يعني على ثقافة كبيرة، واعي، عنده إمكانيات، جميع الإمكانيات تكلم عنها، المهارة في القوة في الصراع، فقط يحتاج إلى من هو يخاطب نفسه أكثر ويعود إن شاء الله تماما. هذا هو المتوقع بإذن الله، سيكون دورنا إحنا إن إحنا نكون نهيئ البيئة المناسبة اللي تساعد اللاعب على رجوع التوهج، أنه هو ما هو وقت إثبات اللاعب له اسمه له تاريخه، فقط يحتاج على أنك تساعد إن شاء الله. هذا ما هو اللي ديدنا في نادي الهلال، هذا هو اللي إحنا نمشي عليه، نحاول نهيئ البيئة المناسبة، سيكون إن شاء الله مع أخواننا واحد من الجنود إن شاء الله سيخلصون لهذا النادي ويقدموا كل ما عندهم.